alpha fetoprotein or AFP. في الفيديو ده هنتكلم على كل المعلومات عن الالفا فيتوبروتين سواء السورس اوف اي اف بي، وفيها هنتكلم على كل الاماكن اللي بيتم تصنيع الالفا فيتوبروتين، كمان هنتكلم على الانديكيشن او واي وي ميجر الالفا فيتوبروتين، ليه احنا بنقيس الالفا فيتوبروتين داخل المعمل، وايه هي الاهميه التشخيصيه للاي اف بي. بعد كده هنتكلم على طرق الميجرمنت سواء الكوانتيتيف ميثود او الكواليتيف ميثود. بعد كده هنتكلم على الانتربريتيشن او الكلينيكال كوريليشن، كل الاسباب اللي بتؤدي للانكريز في الاي اف بي. الالفا فيتوبروتين بنختصره بالاي اف بي، وهو واحد من الانكو فيتال انتيجين، واحد من ضمن المؤشرات اللي احنا بنستخدمها عشان نشخص التيومرز. عشان كده المقطع الاولاني اللي هو كلمه انكو فيتال معناه ان هو السورس بتاعه من الفيتوس، وانتيجين نتيجه لانه عباره عن بروتينز. بنقيس الالفا فيتوبروتين في عينه السيرم، الريفرنس فاليو اب تو 10 نانو جرام على الملي لتر في الادلت ميل، وكمان في النون بريجننت فيميل، لان في البريجننت فيميل بيبقى فيه قيم اعلى من كده. عشان كده احنا بنحدد في الادلت ميل والنون بريجننت فيميل بيبقى اب تو 10 نانو جرام على الملي، وفي بعض المعامل بيوصل ل 20 نانو جرام على الملي لتر. الميثود اوف ميجرمنت بنقدر نقيسه بطريقتين، الطريقه الاولانيه بنسميها الاليزا، والطريقه الثانيه بنسميها الرابيد كروماتوجرافيك تيست. الالفا فيتوبروتين هو عباره عن جلايكوبروتين بيحصل له برودكشن من الفيتال ليفر، وده يعتبر الميجور سورس، كمان بيحصل له برودكشن من اليوكساك، وسمول كونسنتريشن بيحصل له برودكشن من الجاسترونتستينال تريت. فيبقى السورس الاساسي للالفا فيتوبروتين من الفيتوس اثناء البريجنانسي. بنلاقي ان الليفر بتفرز الكميه الكبيره منه، وكميات صغيره بتتفرز من اليوكساك والجي اي تي. الالفا فيتوبروتين بيتفرز اثناء البريجنانسي بكميات كبيره داخل الفيتوس، لانه هو بيعتبر الميجور فيتال سيرم بروتين، هو البروتين الاساسي الموجود في السيرم، وهو انالوجس تو سيرم البومين في الادلت، بمعنى ان هو مشابه للالبومين الموجود في الادلتس، بيقوم بنفس الدور من خلال ان هو بيعمل كارينج لمجموعه كبيره جدا من الاليمنت والهرمون داخل الفيتوس من خلال وجوده في السيرم. الالفا فيتوبروتين بيحصل له برودكشن بكميات كبيره جدا، وخاصه في اول 10 ويكس من البريجننسي اللي احنا بنسميها الايرلي فيتال لايف. الالفا فيتوبروتين بيظهر في الامنيوتيك فلويد نتيجه لان هو بينزل داخل اليورين، واليورين بعد كده بيحصل له ميكس مع الامنيوتيك فلويد. عشان كده كمية الالفا فيتوبروتين في الامنيوتيك فلويد بتدينا انديكيشن على كمية الفا فيتوبروتين الموجودة في السيرم داخل الفيتوس. بعد كده عن طريق البلاسينتال ترانسفير الالفا فيتوبروتين appear in maternal blood، بمعنى ان الالفا فيتوبروتين الموجود في الامنيوتيك فلويد بيقدر يوصل للبلد عن طريق البلاسينتال ترانسفير، عن طريق الكابيلاريز والبلد فيسل اللي بتقدر تنقل الالفا فيتوبروتين من الامنيوتيك فلويد وبتوصله للماتيرنال بلد اللي هو يمثل دم الام. وبنلاقي الالفا فيتوبروتين بيظهر في الماتيرنال بلد بعد 10 ويكس من الجستيشن، لان بعد 10 ويكس بيبقى الكونسنتريشن موجود بهاي اماونت في الامنيوتيك فلويد، ومن خلال البلاسينتال ترانسفير بيقدر يوصل للبلد، وبيوصل للبيك ليفل عند 16 ل 18 ويكس من البريجننسي. زي ما احنا شايفين ادي الالفا فيتوبروتين الموجود في الامنيوتيك فلويد، وزي ما قلنا بيبدا يظهر في البلد بعد 10 ويكس، وبيوصل للبيك ليفل بين 16 ل 18 ويكس من البريجننسي. والكيرف الموجود قدامنا ده بيبين الليفل اوف الفا فيتوبروتين في الماتيرنال بلد، فبنلاقي زياده الالفا فيتوبروتين بتبتدي بعد الاسبوع العاشر، وبتستمر في الزياده لحد ما بتوصل للبيك اللي هي اعلى نقطه في الكيرف من 16 ل 18 ويكس من البريجننسي. والليفل هنا زي ما احنا شايفين بيوصل 180 نانو جرام على الملي، بعد كده بيحصل له ديكريز في الماتيرنال سيرم لحد ما بيوصل للنورمال فاليو بعد عمليه البيرث او الولاده. بعد الولاده نيو بورن او الطفل اللي بيتولد بنلاقي الالفا فيتوبروتين الموجود في السيرم بتاعه بيقل بشكل كبير جدا بعد الولاده، ومع السنه الثانيه في عمر الطفل بنلاقي ان الالفا فيتوبروتين بيبقى موجود بتريس اماونت، بمعنى ان هي بتبقى كميه قليلة جدا موجوده داخل السيرم نورمالي، وده نتيجه لان السيرم الفا فيتوبروتين غالبا ما بيبقاش له اي فانكشن
في النورمال ادلت، لان الالبومين بيبقى موجود وبيمثل الميجور بلازما بروتين وبيقوم بكل عمليات الكارينج للهرمونز والاذر ماتيريال في السي. عشان كده الالفا فيتوبروتين بيبقى مهم داخل الفيتوس ولكن مش مهم بالنسبه للادلت. ومن هنا جات التسميه فيتو بروتين. فيتو معناها جاي من الفيتوس وبروتين نتيجه لان هو عباره عن جلايكوبروتين. الانديكيشن او هواي ويميجر الالفا فيتوبروتين في المعمل. ايه اهميه قياس الالفا فيتوبروتين في المعمل؟ الالفا فيتوبروتين تيست بنستخدمه كسكرينينج ماركر انديكيتنج increased risk for birth defects، بمعنى ان احنا بنستخدمه كمؤشر للعيوب الخلقية اللي بتحصل في الجنين زي الفيتال بادي بول ديفكت، نيورال تيوب ديفكت، والكروموسومال ابنورمالز. دي كلها تعتبر عيوب خلقية بتظهر في الجنين، والالفا فيتوبروتين بنستخدمه كمؤشر لوجود كل الحالات الموجودة قدامنا دي. بالإضافة لكده كمان الألفا فيتوبروتين is useful for screening for liver cancer. الألفا فيتوبروتين واحد من التيومر ماركر أو مؤشرات السرطان، احنا بنستخدمه عشان نعمل screening أو نكتشف سرطانات الكبد. كمان بنستخدمه في البروجنوزيس والمونيترينج للسيربي of liver cancer، ودي من أهم الفوائد للألفا فيتوبروتين. احنا بنستخدمه بشكل كبير جدا في عملية البروجنوزيس بعد الريموفال للتيومر أو التريتمنت. لو حصل أي زيادة في الألفا فيتوبروتين بيدينا انديكيشن على ريكارنس، وكمان بيدينا انديكيشن على التريتمنت، لأن بعد التريتمنت المفروض ان هو بيقل بشكل كبير جدا. أي زيادة بتدي انديكيشن ان في مشكلة في التريتمنت. الانتربريتيشن او الكلينيكال كوريليشن، الالفا فيتو بروتين بيزيد في البريجننت وومن في حالات العيوب الخلقيه اللي احنا قلنا عليها، سواء الكونجينيتال اوبن فيتال نيورال تيوب ديفكت. في الحاله دي زي ما احنا شايفين في الصوره اللي قدامنا بنلاقي الباك بون والسباينال كانال دونت كلوز، بمعنى ان بيبقى القناه اللي موجود فيها النخاع الشوكي ما بتقفلش وبتبقى مفتوحه للخارج. عشان كده كميه كبيره جدا من الالفا فيتو بروتين بتبقى موجوده في الامنيوتيك فلويد وكمان في الماتيرنال بلاد. كمان الالفا فيتو بروتين بيزيد في حالات المالتيبل بريجننسي، بمعنى في حاله وجود توأم، فبنلاقي الكميه اللي طالعه من الاثنين فيتوس بتبقى كبيره جدا. عشان كده بتزود الالفا فيتو بروتين في الامنيوتيك فلويد وكمان في الماتيرنال بلاد. كمان الالفا فيتو بروتين بيزيد في حالات الاندر استيميشن اوف جيستيشنال ايج، بمعنى احيانا بتقيس الالفا فيتو بروتين وتلاقيه زايد، وهنا بيبقى فيه خطأ في حساب عمر الجنين، بمعنى ان انت بتقيس في الاسبوع ال 14 وانت معتقد ان هو الاسبوع السابع او العاشر، عشان كده بتلاقي الليفل اعلى من الجستيشنال ايج. كل الاسباب دي مخصصة في البريجننت وومن اونلي، ولكن في المن او النون بريجننت وومن بنلاقي الالفا فيتو بروتين بيزيد في نوعين من الديستربنس. اول نوع وهو المالجننت كونديشن. المالجننت كونديشن ودي بتمثل الكانسر زي في حالات الليفر كانسر اللي احنا بنسميها الهيباتو سيلولار كارسينوما، نختصرها ال HCC. كمان بيزيد في حالات الجيرم سيل تيومر، وده عباره عن كانسر في التستس او الاوفري، وبيحصل زياده في الهيومن كوريونال جنادوتروفين هرمون بالاضافه للالفا فيتو بروتين. كمان الالفا فيتو بروتين بيزيد في حالات الميتاستاتيك كانسر داخل الليفر، واللي هي بتبقى originated in other organ، بمعنى ان السورس اوف تيومر ما بيبقاش من الليفر، بيبقى في الانتستين او اي اورجان اخر، ولكن بعد كده بينتقل للليفر وبيعمل لي مشاكل داخل الليفر وبيزود الليفل اوف الفا فيتو بروتين. دي كلها بنسميها مالجننت كونديشن، لان زي ما احنا شايفين كلها عباره عن كانسر سواء في الليفر او في الجيرم سيل او كمان الميتاستاتيك تيومر اللي بتوصل للليفر. السبب الثاني وهو اللي احنا بنسميه نون مالجننت كونديشن، ودي بتتمثل في الانفلاميشن والدستراكشن للهيباتوسايت زي في حالات الهيباتايتس وحالات السيرهوزيس. الحاله دي بنلاقي ان بيحصل اوفر اكسبريشن للجين المسؤول عن تخليق الالفا فيتو بروتين، والاوفر اكسبريشن ده بيحصل في حالات الاكيوت ليفر انجريز زي في حالات الهيباتايتس، وده بيدينا انديكيشن ان في اكتيف ليفر ريجينريشن نتيجه لكميه التكسير الكتيرة اللي بتبقى موجودة في الهيباتوسايت. عشان كده بيحصل active liver regeneration أو regeneration لخلايا بكمية كبيرة جدا، والخلايا بتفرز الألفا فيتو بروتين بكمية كبيرة نتيجة للأوفر إكسبريشن للجين المسؤول عن تكوين الألفا فيتو بروتين. عشان كده الحالات دي احنا بنسميها non malignant condition، بمعنى ان هي مش كانسر ولكن دي عبارة عن inflammation و destruction للهيباتوسايت.
عشان كده الالفا فيتو بروتين احنا بنعتبره نوت دياجنوستيك في الجنرال بيشنت، بمعنى ان الالفا فيتو بروتين ما بقدرش استخدمه في الجنرال بيشنت، المريض اللي هو ما بيبقاش عنده هيستوري بالليفر ديس اوردر او في نون بريجننت وومن، لانه بيحتاج الكونفيرماتوري دياجنوستيك بروسيجر، بمعنى ان هو بيحتاج اختبارات اخرى عشان ناكد الدياجنوز، لان زي ما احنا قلنا هو بيزيد في البريجننت وومن في عيوب خلقيه، كمان بيزيد في الليفر في حالات الانفلاميشن وفي حالات الكانسر، عشان كده هو ما بيقدرش يحدد نوع المشكله او ما بيبقاش دياجنوستيك للكانسر فقط. عشان كده بنحتاج ان احنا نعمل مجموعه من الاختبارات زي الاسيتايل كولين ستريت، كمان بنقيس الالفا فيتو بروتين ليفل في الامنيوتك فلويد، وكمان بنعمل هاي ريزولوشن للالترا سونوجرافي عشان نشوف الليفر ونقدر نكتشف الكانسر، لانه بيظهر في تجمعات كبيره جدا وبيعمل انلارجمنت للليفر. عشان كده احنا قلنا الالفا فيتو بروتين بتبقى مهمته الكبيره جدا في البروجنوزيس والمونيتورنج للسرب، بمعنى المريض اللي هو بيبقى عنده كانسر داخل الليفر، بعد كده ما بنعمل ريموفال للكانسر بيحصل ديكريز للالفا فيتو بروتين. لو جينا بعد كده وقسنا ولقينا الالفا فيتو بروتين زاد، ده مؤشر كبير جدا للريكارنس للتيومر. كمان في حالات التريتمنت لما بنعالج الكانسر الموجود في الليفر بيقل الالفا فيتو بروتين بشكل كبير جدا، عشان كده اي زياده بتبقى دياجنوستيك ان في مشكله في عمليه التريتمنت للهيباتوسيلولار كارسينوم، عشان كده مهمته الكبيره جدا في حالات البروجنوزيس وكمان المونيتورنج للسيرم. الميجرمنت اوف الفا فيتو بروتين، بنقدر نقيس الالفا فيتو بروتين بطريقتين، الطريقه الاولانيه وهي عباره عن الاليزا تيست فور الفا فيتو بروتين، وبنستخدم فيها المونوكلونال انتي بودي تو ريكوجنايز الالفا فيتو بروتين، مونوكلونال انتي بودي ضد الالفا فيتو بروتين، ونقيسه عن طريق الاليزا كيتس الموجوده قدامنا دي. والاليزا كيتس بتقدر تعمل كوانتيتيف ميجرمنت، بتقدر تحدد كميه الالفا فيتو بروتين الموجوده في البلازما او السير. النوع الثاني من الميجرمنت هو عباره عن الرابيد تيست، دي عباره عن رابيد كروماتوجرافيك اميونو اسي، بنعمل بيها كواليتاتيف ديتكشن اوف الفا فيتو بروتين، بمعنى ان الاختبار ده زي ما احنا شايفين في الصوره بيدينا بوزيتيف او نيجاتيف، بمعنى هل في انكريز اوف الفا فيتو بروتين او ان الليفل بتاعه نورمال من غير ما يحدد كميه الالفا فيتو بروتين. وبنقدر نستخدم الرابيد تيست في عينه الوول بلاد والسيرم وكمان البلازما، وده اختبار سريع جدا بنقدر نستخدمه في المنزل عشان نقدر نتابع كميه الالفا فيتو بروتين الموجوده في البلاد.